مرحبا بكم. اليوم نحكيو من منطقة صراو عليها بزاف حروب قرون، والأمم الكبيرة تضرب عليها والبحارة يضربوا عليها. حتى اليوم مازال كاين زوج راهم يضربوا عليها، الإسبان والإنجليز. بلاصة فيها درابو أونجلي، مي ما راناش في الإنجليز، راناش في داخل الأراضي البريطانية، رانا في أراضي تابعة لبريطانيا اللي هي جبل طارق. الحاجة المليحة في جبل طارق أنه فيها المطار الوحيد في العالم اللي يجوز فوق الطرود وفوق الطريق اللي يجوز فيها الطوموبيلات. هذا المطار الصغير يحطوا فيه غير طيارات اللي تابعين لبريطانيا، اللي هي الخطوط الجوية البريطانية ولا الطيران الحربي البريطاني. فكل مرة تجي طيارة حاطة ولا طالعة يحبسوا الطوموبيلات والناس تفرج في هذا المطار الصغير.